بكره. عيب بقى طبعا. وصلنا كارفور. طبعا عدد تام. كسلانه ليه كده يا نوطة؟ عاوزة تنامي؟ بص احنا مش هنجيب حاجات كتير. طبعا كلام سلمى كله مهم، مش هنجيب حاجات كتير. والله هنجيب حاجات كتير بصراحة. ما هنطلع خمس دقايق. صلوها. طبعا في مفاجأة، مين اللي جاي معانا؟ طبعا طبعا. لا اسمح لك، شغلت رشيدة. هند رشيد سميناها ايه؟ رشيد. بس هما الاصل ايه؟ ايوه بس هما الاصل ايه؟ عيلة كنافة. لا لا الاصل طبعا. لا اصلهم يا ابني كل ما اشفروا واقول لهم لا الاقي صلاح في وش عيلة كنافة. هما عيلة كنافة اه، ثابت عليكم. يلا داخلين جوه طبعا. شوفوا سلمى عيد حاجات ايه؟ والله خمس دقايق في السوبر ماركت. انت قلت حاجات بسيطة. ها هنشوف. هنشوف. ايه تشكك فيا على حاجة؟ لا. قلبي. طبعا قابلنا في السكه عيلة الجميل مستر محمد. ازيك يا مستر؟ برنس مصر واحد بس. اللي معاه حمو والنبي يركن على جنب. صبح صلوحه عامل ايه؟ عامل ايه يا صاحبي؟ والواد النحنوح، النحنوح المنحنح. الله اكبر الله اكبر عليه. زي صلوحه طبعا. ام نحنوحه هي صبح زلوحة. ومعانا الضيفة بتاعتنا طبعا. مين دي انت؟ ثواني ثواني، انت مين الاول؟ عرفينا بنفسك. انت مكة الحلوة؟ مكة الوحشة فين؟ مكة الوحشة في المعمورة. مكة الوحشة فين؟ الوحشة صح؟ طبعا يا جدعان عاوز اقول لكم على حاجة. الهند ومكة صحاب قوي، بيحبوا يلعبوا مع بعض. بيقلب بيخلي هند ينام على مكة؟ بجد صلوها؟ خلي صالح يقلب على مكة الحياة وفيروز. صالح بتحب حياة وفيروز صح؟ اه جدع صالح. وتحب غزولة؟ اه. وانا بحب غزولة. ومين تاني؟ بس كده. يلا سلمى انت قلت لنا حاجات بسيطة. ها يلا. اه والله يا قلبي بقى وزنهم لك بس. اول في الكراسي اللي بتتوزع. هيا هنكوش. سلمى طبعا. عربية مين دي؟ يا جماعة انت زمان الحاجة هندي كانت هندي كانت واقفة هندي. بجد يا هند؟ اه. عاوزة ايه؟ والله هضربك، والله هضربك. أول صوت عيا. ها 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 لا ما تجيبش يا كده. This view is about this. يلا. طبعا سلمى قالت لي مش هجيب حاجات كتير وفعلا انا عملت حاجة. طيب بالله عليك. لا ما جبتش حاجات. يلا فانت فانت عليها ايه؟ بس حد كده فانت. طبعا سلمى طبعا وعدتني واوفت بوعدها. غلطت في حاجه اهو. قعدت نمشي وانا كنت محمد فين؟ فين محمد؟ يا جماعه سلمى السعيدان خطوط الواحد عادي وقفت عليك بالليل ونايم بقى انت. بالترباس. قول يا عم انت كبرت خلاص بقى. دي خطوط الواحده. لا يا عم
راحتك يا عم انت عايز والله يا صالح. حبيبي حبيبي الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا أسطورة. طبعا الناس ينتظروا ايه؟ ينتظروا يومنا الكامل، يومنا مع الأطفال والأولاد. لا أطفال أحبهم الله. ماشي محمد عاصر ولا لا؟ لا مفيش هزار. الحمد لله على السلامة طبعا مستر محمد. الحمد لله على السلامة. بقول لك ايه، النهارده بالليل هعمل تحدي بيني وبين صالح، هنلعبوا كورة نلعبوا ماتش، هنشوف مين اللي هيكسب. جاي صالح؟ جاي. هنشوف بقى مين اللي هيمشي برجليه احسن. ماشي الحمد لله على السلامة. مع ندى طبعا، بصوا دكتورة ندى بوز الشلل. ايه الحكمة يعني بالشلل دي؟ صالح لو سمحت الحمد لله. هند هنودة وهي كده وهي لا وهي نفسي مدام سناء وصلي ده. عايزين ناخده. بص يا مكة، ايه يا مكة بطلي غلاسة. عايزين ناخده الساعه اللي بتاعتنا بقى حمد اللي هم ماشي. لا 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 طبعا نوح اهو كبيره. لا 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 ماشي الحمد لله على السلامه. طبعا عايزين نبدا يومنا نشوف طعمه. يلا عشان ننزلوا حمام السباحه. الجو ساقع، الجو ساقع حسن. لا يا عم ده الجو ده بص ما فيش نور. هو حر بس النهارده في هوا. يلا جاهزين؟ جاهزين. جاهزين؟ سلمى حاجة بس. قول يا مكة. سلمى حاجة. سلمى حامد. سلمى حامد. عقبال أمك. ماما حامد ماما. مبروك يا سلمى. مبروك يا سلمى. إيه؟ ماشي. لا لا طبعا احنا هناخد سويد المره دي واوريه لكم. كوره اهي. ايوه كوره. لا سيبها بقى. بت صلوها الحمد لله على السلامه. دلوقتي راحه احنا قلت ندى احمد تعالى ورا. طبعا احتلينا اوضه ندى واحد. ثواني بس استنى يا عم، استنى فين سلمى الاول؟ بندور على سلمى. فين؟ سلمى طالعه. طب ابدأ بالحمام. خش 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 بدينا بالحمام. طبعا البدايه غريبه طبعا. لا والله يا جماعه مش والله بالحمام بس. سلمى كده معلش شويه قد عليها شويه. اكيد كلكم بتعملوا زي كده اكيد. بجد؟ والله. يلا احكي لنا. شوفوا انتوا مهمين النهارده بكة وصالح وهيك. شوفوا الحاجة مهمين. ما تفتحش بقى كل حاجة يا صالح. اتفضلي يا سلمى وعينا بقى. ايه؟ المية دي لازمتها يا سلمى وعينا كده. بس خدها خدها. بس انت في الرابع. شوف سلمى وعينا كده وشي سلمى في المية. اه. فكرة حلوة والله. ده وعين ده وعين ده وشوف. عين وشك مش باين. شكلك حلو. وعيني بس شوف. والله يا ابدا لا. طب والله انا بحب. انا بحب شكل المرايه دي. حل البانيو بس دي تقسم بكل حاجه. ماشي كده؟ هقول لك حاجه كده قالت لي ايه بقى؟ هيك تحط صغير يا ماما. ماشي ماشي. بص يا ماما بغسل ايدي. بيغسلوا ايدي في والله العظيم. اه بغسل ايدي. ما تغسلش. ما تغسلش. هنا طبعا. انا الحاجه الوحيده اللي لسه تكون عندي في شقتي. انا عاوز شقتي تبقى كده. يا ريت الكاس كلنا نتعلم نريح نفسك. ان شاء الله نعمله قريب. صدق حلو قوي. حد بس عارف شقتنا قبل ما نوضبوها؟ شفت المكان بتاع الغساله؟ اه كان هينفع يبقى في ليفنج روم. اه صدق دي حته كده. ايوه مش شرط تبقى عايز ده، عايز اوضه واسعه. ممكن تاخد دي احسن من 1000 دولار. احسن من 1000 دولار. دي بتقسم لك كل حاجه، ولو بقى واحد شاطر اللي عامله لك يقسمه لك صح. بلو. ان شاء الله ان شاء الله هنعمله قريب. ان شاء الله ان شاء الله هنعمله والله احسن من الدولاب. انا دلوقتي الدولاب الجديد انا جبت ده يعني بس حلو. عجبني هنا نظام السرير ده كده. التلفزيون هنا وبره يعني هو ياخد السويت مريحه في كل حاجه. اوضه كده اوضه للنوم وهنا قاعده بره كده في بيتك يعني في الصاله. وحلو السرير ده جميل بصراحه. ايه هنا تعملي ايه؟
وهنا بقى الاوضه بتاعت احمد بيقعد هنا، كان بيحط اللابتوب هنا. اه ده حاجتك احلى حاجه. اقعد يا ليه احمد، قال ده احمد احسن. ناشر كده والله، بيبقى تقول نقول عايز ماسك اللابتوب ما اعرفش بيعمل ايه. من اختراع احمد اختراع. بس ده نظام الاوضه عاجبني. ده ما شفتها قبل كده، بس النظام داخل دماغي وحلو. ورق الحائط ده جميل. ما هو الحائط ده رصاص، ما اعرفش بيش بيش بنت رصاص. هي فيك الاوضه بتاعتها تاني. اقفلي وقولي لي اول ما تفتحي قولي لي كلمه حلوه. يلا واحد اثنين يلا يلا قولي لي كلمه حلوه. عايز اقول لك ايه؟ هو فكرت بكلمه مش عارف عايز ايه والله. يلا يلا طبعا. تعالي بصوا غرب فين هند؟ ادي هند. ايوه ماشي. شو الاضاءه عامله؟ هنا بقى سلمى بتحارب. اوه برينزو، برينزو مالك يا روان؟ انت لبنانيه يا اهو. تقول ايه؟ بتقول ايه؟ كلب لولا اهو. تقول ايه؟ دي بتغني ولا بتشتمي؟ بتغني ولا بتشتمي؟ الو يا غالي يا مكة. خد خد عيب يا صالح، خد يا سلمى افتح السبيكر وكلمني يا مكة. حنان نايمة عيب بقى.